نروح للاهلي والزمالك يلا بينا دوري ابطال افريقيا نروح لتقرير الاول عن مباريات الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري في البطولات الافريقيه ونرجع نكمل مع اسلام ومروان خليكم معنا. يواصل فرسان الكرة المصرية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري مشوارهم في البطولات القارية الأسبوع المقبل، حيث يلعب الأول والثاني في دوري أبطال إفريقيا، بينما يخوض الثالث والرابع منافسات البطولة الكونفدرالية. على استاد القاهرة يستضيف الأهلي سان داونز بطل جنوب إفريقيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في مواجهة معتادة بين الفريقين خلال السنوات الأخيرة، حيث تقابلا 6 مرات خلال الـ3 سنوات الماضية. ويسعى الأهلي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز على الفريق الجنوب إفريقي ومن أجل اعتلاء صدارة المجموعة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الثاني برصيد نقطة واحدة خلف سان داونز المتصدر برصيد 4 نقاط، علماً بأن المارد الأحمر مؤجل له لقاء أمام المريخ السوداني. وعلى ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب ينزل الزمالك ضيفاً ثقيلاً على الوداد المغربي في لقاء لا بديل فيه عن الفوز للفارس الأبيض إذا ما أراد الحفاظ على حظوظه في بلوغ الدور التالي من البطولة القارية بعدما جمع نقطتين فقط من تعادلين ضد بيترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين ما جعله في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة خلف الفريق المغربي صاحب 3 نقاط وبيترو أتلتيكو المتصدر بـ4 نقاط. وفي البطولة الكونفدرالية يسعى بيراميدز والمصري لمواصلة نتائجهما الإيجابية والمميزة في دور المجموعات، حيث يستضيف الأول الصفاقس التونسي على ملعب الدفاع الجوي، بينما ينزل المصري ضيفاً على أوسوديو الكونغولي. حالة من التألق تعيشها الكرة المصرية على المستوى الإفريقي سواء المنتخب أو الأندية، وهي الحالة التي نتمنى استمرارها حتى المباراة النهائية، وقتها قد يكون طرفا السوبر الإفريقي ناديين من مصر.